عندنا قسم غزة سالم بن حسين بن محمد بن صالح الجرحب بن رواشد مع يثرب. يثرب هي القادمة، عبد الله بن دخل الله بن رواشد الجهري هو القادم، ولكن العودة إلى مقدمة الشوط مغثة يا بن جرحب مغثة. سالم بن حسين بن محمد بن صالح الجرحب ينطلقون أبناء ميدان التحدي هناك في الشحانية ينطلقون، ولكن يثرب يثرب يا أبو نايف اللحظات الأخيرة، ولكن السلام يعبر إلى أبناء دولة قطر الشقيقة بالتحديد ميدان التحدي بالشحانية مع شعار بن جرحب المركز الثاني. الجبرين ينطلق مع البنتاغون، مرحبا بك يا الجبرين، العودة العودة من البوابة الكبرى. نعم هؤلاء هم الكبار يعودون من البوابة الكبرى، ولكن الزلزال ناجي بن مسفر اليامي ينطلق ينطلق هنا مع شواش شواش شواش. من لها غير الزلزال، من لها غير الزلزال، ناجي بن مسفر آل رزق ينطلق بو سلطان نحو الأمان هناك مع الانتصار ومع الفوز. سلامي عليك يا ناجي يا بن مسفر يا اليامي على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني متابعي ونوب ونذني الخطيرة والمثيرة ما بين ما بين بن بلاج المغيري الاعتاب الاعتابي ابناء العاصمة ابناء الوادي ابناء الوادي ابناء العاصمة. يا هي من معركة يا هي من معركة، وصلكم الغزو غزو يا اخواني، وصلت في هذه اللحظات وصلت بشاير 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 اللحظات الاخيرة. حكم اعصابك حكم اعصابك يا مالك سلطة يتسلط يتسلط يتزعم المغيري سلمان بن فلاج المغيري الاعتابي. سلام يا العاصمة سلام سلام يا سلطة، من قدمت الأداء الفنان والأداء المثير وكان الراشد الفهيدة مع انطلاقة مشعب، ولكن نعود إلى مقدمة الشوط. تسلل صفوق وانطلق إلى مقدمة الشوط. يا سلام المهيب 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 قادم لا محالة، سلمان بن فلاج بن ناصر المغيري وكيفان مع المركز الثالث، ولكن شعار الشمري روح بالنوماس روح بالانتصار عنا بحايل. الله 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 تهانينا تهانينا لمالك هذا الشعار، تهانينا لصويحي بن انخيلان بن عايش الشمري على هذا الفوز وعلى هذا الانجاز، تهانينا والف مبروك. المركز الثاني وصل كيفان لعبد الله بن زيد الشريف، المركز الثالث المهيب. متواجدة واللامعة معزة معزة معزة، بدأت الأوامر بالأمتار الأخيرة الأمتار المثيرة. سلام معزة، لكن الشعارات وصلت يا براعي معزة، اضرب اضرب حرك حرك، وصلت وحضرت صعايب 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 بادي بن تركي بن الدوسري مع صعايب، لكن معزة سلام 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 معزة سلام سلام معزة سلام على هذا العرض المميز. معزة 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 تنتزع شوط الأبكار المفاريد. عبد الله بن الرحمن
الحريثي يظفر بالانتصار، الحريثي ينطلق ليغادر بالفوز، ولكن المركز الثاني بدأ يقترب مع الصارم سالم بن سعيد بن منانة الاكتبي المتحدي. الحريثي والصارم والحريثي والأمتار الأخيرة، ياهي من أمتار ياهي من إثارة ياهي من متعة، ولكن الصارم المتحدي إلى دولة الإمارات يذهب المتحدي بالسلام. سلامي عليك يا مالك الصارم سالم بن سعيد بن منانة بن غدير اكتبي على هذا الفوز والانتصار. بدأ الإبداع، أعود إلى البداية لكي أرى إعجاب على البداية وعلى الانطلاق الأول. يا الله وأنا طالبك حمرا هوى بالي لنروح الجيش طفاح جنايبها ونروحك مع سباريت الخل الخالي، كان ثيابك نهش من جوانبها انطلقت في هذه اللحظات، أتت بهنا في هذه الانطلاقة الجميلة بالأداء الرائع والفنان. نعم إنه المتحدي يأتي في هذه اللحظات بهذا الإنجاز والإعجاز الكبير. سلام إعجاب سلام على هذا الأداء المتميز والجميل. لحظة وصولها إلى خط النهاية بشعار سالم بن سعيد بن منانة الاكتبي ثاني المراكز. وصل في هذه اللحظات بين سعيد بن بطي بن محمد الحسن المري والقدوم والانطلاق، وصل المستشار وحضر الشمري ليقدم لنا المستشار جابر بن عبد الله الشمري مبلش حضر، ووصل مع بن قزول سالم بن مسلم بن قزول العامري، ولكن العودة إلى مقدمة الشوط، العودة إلى الانطلاق للي قادر حبيب والحضور أيضا والانطلاق. وصل ناموس عبد المحسن بن محمد، ولكن حبيب راشد بن سالم بن محمد الغيثاني المري، انطلق المري مع نماس الشوط. سلام على المري سلام، بينما ثاني الأسماء وصل في هذه اللحظات. الأخيرة ولكن أصدرت التعليمات على ومضة، ما شاء الله تبارك الرحمن بدأت توسع الفارق وتنطلق بهذا الانطلاق الممتاز والاندفاع المميز. راشد بن صالح بن راشد الجربوعي المري غادر بنوماسي هذا الشوط مع ومضة بأدائه الكبير والممتاز والفنان. سلام تحية واحترام على هذا الأداء المميز من ما ومضى، من حسمت مجريات هذا الشوط بالعرض الممتاز والفنان. سلام تحية واحترام مع ومضى مع راشد بن صالح بن راشد الجربوعي المري، والسلام إلى أبناء ميدان السيح. ثاني الأسماء وثاني التحديات. جابر بن حمد بن جابر الفريدي صايب يا اخواني مع البداية مع الصدارة. ابناء دولة قطر، ابناء دولة قطر يتقدمون اهل ميدان الشحانية. صاب الشوط صايب ما شاء الله تبارك الرحمن، يا ذكر الله على هذا الاندفاع الجميل. وتحركت الجماهير، تقدم متابعين الكرام جابر بن حمد بن جابر البريد المري. سلام الشحانية سلام يا ميدان التحدي سلام. تهانينا وألف مبروك لمالك صايب، مشكور يا سلمان يا بن حمد على ما قدمت لنا هذه النوعية الجبارة في هذا الشوط. الجانب الاخر سليمان بن سلامة بن رواشد او شعار عبد الله بن دخيل الله بن سلامة الجهني، ابناء ينبع يا سلام.
سلام، شوف الوصول، شوف القدوم من الشعارات، ولكن رجل المهمات، الله يا سلام، هذا الشعار، هذا الشعار الذي اعتاد على النواميس، اعتاد على الانتصارات. سلام يا الجهني، سلام سلام إلى ميدان الزعفران، هنالك بينبع. سلام يا الجهني، سلام عبد الله بن دخيل الله بن سلامة الفايد الجهني على هذا الانتصار. من قدم لنا وتين المركز الثاني. من يقدم لنا اسمه، ولكن أبناء المدينة المنورة على البداية على المركز الأول، وصل بن قبضة، وصل القحطاني، وصل مع حراق، حراق ولكن زايد مع البداية، زايد مع المقدمة. مشكور مشكور يا أبو تركي، مشكور يا نايف يا بن صلاح، من قدم لنا هذا الشعار. ولكن أصمد أصمد يا الحرب، أصمد آخر الأمتار، وصل وتقدم مشبه بن محمد بن فلاح آل بهيان الحربي والقحطاني والأمتار الأخيرة، بوسطام بوسطام بوسطام، والفوت فنش عند الأمتار الأخيرة. ولكن سلام يا الحربي، سلام راشد المري المتحد. أي اتحاد يا نياب، مطرب مطرب والمتحد، يتطربهم يا يطربونك مطرب والمتحد. وكذلك هنالك سياف المتحد ومطرب سياف، باب 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 با. بالراية بالراية بالراية، لا يرضى بالقسمة على اثنين، لا يرضى إلا بالرقم واحد، إلا بالنماز، إلا بالانتصار. سلام يا جزيرة، سلام ميدان السيح، سلام سلام يا عاشق الرموز في كل حين وفي كل مكان وزمان. المتحد المتحد عامر بن راشد بن سعيد بن راية المري بن المركز الثاني. والرياض جفت يا متابعين، يا سلام يا سلام. ولكن الوصول من شعار مفلح بن محمد بن سالم الهاجري يقدم لنا الجزيرة على المركز الثالث، عينها على المركز الأول، عينها على ناموس على ناموس الشاب. يا سلام يا سلام أبناء النعرية، أبناء يا سلام أبناء الجوف، أبناء الجوف أبناء الجوف وأبناء السيح، أبناء السيح. ولكن ولكن سلام سلام، وين النوماس؟ وين وين الانتصار؟ وين الانتصار؟ مزيونة 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 الجزيرة مزيونة، ولكن مزيونة وتحمل لنا رقم واحد. هنيئا لك النوماس يا مالك مزيونة، سالم بن سعيد بن سالم الفهيدة المري، قامت الشوط راس وانهت. مهرجان سيدي ولي العهد النوماس، أين يذهب يا براية؟ مشاكل مشاكل مع شعار ابو راشد، ولكن كرار كرار، ولكن العودة إلى براية إلى البراسي. انطلق ممثل المملكة مع شعاره مع مشاكل. عامر يا عامر يا بن راشد يا بن سعيد يا البراسي المري، النوماس
النماس مع شعار بالبراسي مع شعار ابو راشد. سلام يا ابو راشد، سلام على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار الغالي. سلام يا مشاكل، سلام عامر بن راشد بن سعيد البريس المري المركز الثاني. ما بها حيلة، دارنا اللي معنا.